بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنت السلام هادي الأنام، جابر الكسر، مفرج الهموم والأحزان، وعليك يا نبي الله صلاة زاهرة عطرة تليق بمقامك الأعظم. نلتقيكم أصدقائي المشاهدين اليوم ونحن نتنسم عبير هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستقبل سويا ومعكم عاما هجريا جديدا نحتفي به ونحفل به. وكذلك نحتفل اليوم بانضمام الزميل منذر جلال إلى طاقم صباح الشروق ليمضي معنا عبر هذه الرحلة والمشوار الصباحي. أهلا بك منذر، سعيدين بك. مرحبا بك يا حسام، ومرحبا أكيد بكل مشاهدي ومتابعي شاشة الشروق. إن شاء الله تكون إضافة حقيقية، وإن شاء الله نستفيد ونقدر نفيد المشاهد الكريم. أهلا بك وكل من توشح بأمنيات العام الجديد، كما توشح أهل المدينة المنورة وفرحوا جميعا وهللوا وكبروا وأنشدوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أكيد جميل المدايح النبوية نسمع أكيد ونتواصل مع كل المشاهدين عبر صباح الشروق. على النبي الأمي صلاة بعد الرمل واليمين، اللهم صل على النبي الأمي صلاة بعد الرمل واليمين. باسمه مسمين السامع ذبيب الأملاق الصميم، رب المستعان المذهب الغمي بقلب ينور كالبدر في التميم، كالبدر في التميم. أكشف قربتي يا كاشف الهم وصلاة طيبنا والتومين صلاة بعد الرمل واليمين.
الكرم مدحي ومدي ونظمي زنقول السديد والله والحزمي مرفوع ذكر النظمي واليزمي النظمي واليزمي سيد الخلق بي تاكيدي واليزمي والصلاة بعد الرمل واليمي للمدخار مصغار والطبل الحبيب